الحمد لله. ايه تسمعين اصوات؟ لا الحمد لله. تجيش مخوش في جسمك بدون سبب؟ لا ما في تتابع ولا في شيء. كم ولد سقطتي؟ والله اول ولد الحمد لله. الحمد لله ما في شيء، لا تصدقين كلامي. والحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد، حامله الحمد لله. الله يتم بالعافيه، حافظي اذكار الصباح والمساء واستودعيها الله عز وجل. واقول لك اذا تابعه ولا شيء لا يهمس هذا المفسر ابدا، ان عندنا اعراض للمس وانت ما فيك ولا شيء منها. طيب الشيخ يعطيك العافيه، عندي فهم ثاني تسمح لي. يلا اخر شيء. الشيخ انا دائما اتحلم في عمي، عمي مع العلم انه مريض نفسيا، و تحلمت انا فيه انه دائما احلامي تكرر علي انني اتهاوش وياه، دائما اتهاوش وياه، وخذاني يطيحني في الأرض وماخذ مضربة الهريسي ويضربني فيها. ماخذ مضربة الهريسي ويضربني في مضربة الهريسي؟ يضربني فيها. فجأة فزيت عليه وعضيت أصبعه وانقطع أصبعه. أنا دائما في الأحلام تجيني أتهاوش معه، بس يعني نقير الأحلام، بس أنا دائما أقرط أصبعه وانقطع. طيب هو عمس أبو زوجت؟ لا لا، أخو أبوي. أخو بوت. أنت تخافين منه أو شيء في الحقيقة؟ شوي. أنا ما أخاف منه، يعني زي يعني أتكرم منه وما يجي، يعني أخاف من نظراته كذا. إيه، وتنحاشين وتطلعين وكذا؟ لا ما منحاش، عادي أخلي نفسي إنه طبيعي، عاد ما عندي شيء. ما في شيء يعني إذا جلس معكم ما في شيء؟ لا ما في شيء، وأنا ما بين خوفي له أبد. إيه زين، الحمد لله. الرؤية فيها جزء حديث نفس. هل عنده عيال قد اخطبوت أو شيء؟ لا لا لا، هو مو متزوج أصلاً. ما عنده، مو متزوج. الرؤية فيها شيء كبير من حديث النفس، والله أعلم. أنت أنت خايفة منه ورأيتي مثل الرؤية هذه، خافين من نظراته. بس الشيخ دائما يتكرر علي في الحديث. حتى لو إنه دائما يتكرر علي، عم بس مو يعني مو لازم لتس، بسبب ما ترينا منه في الواقع رأيتي مثل هذا في المنام. يعني منين اجيب يعني تعبير للرؤيه وانا اظهر وانا ارى حديث نفس؟ يعني في قرينه على ان حديث نفس، ان انت يعني متوتره وخايفه منه، ويوم نمتي شفتي انك تتهاوشين معه وضاربت بخشبه الهريسه. صح. الله يحفظك. مع السلامه. ضاربها بمشعاب حق الهريسه، حق الهريس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يعطيك العافية، اتصالي مو تفسير الإحلام، بقدر ما هو رد على الفتاة اللي كانت قبل أسبوعين أو أكثر، كانت تجادل في أمر، رد على الأخت اللي كانت تجادل في أمر الحجاب، وصلى الله يهديها ويهدي الجميع. وصح الفتيات يعني لو كانت تعلم أنه الحجاب هو، هي كانت تقول أسأل متابعينك عن الحجاب. الحجاب طبعا ارتديناها بقناعة تامة وإيمان بالله عز وجل أنه ما راح يخيبنا وأنه فيه الأجر العظيم. الله يعطيك العافية يا شيخ. الله يجزاك خير، يثبت على دينك يا رب. آمين يا رب. الله يحفظك. السلام عليكم. اي ما حطيت لكم الرقم، نسيت، معليش سامحوني. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. السلام. يا شيخ انا حلمت حلم في شهر شعبان تقريبا. اي كنت في سياره جالسه في المرتبه اللي ورا. طيب حلمت اني في سياره جالسه بالمرتبه اللي ورا بعباتي ونقابي، وكان باب السيارة المقابل فاتح، وفيه رجال غريب يبي يدخل علي، وبوي واقف جنبه. قام الرجال دخل علي بالمرتبة يحبي ومبتسم، كنت أناظر ببوي ومستغربة شلون مخلي الرجال يدخل علي وما يمنعه. الرجال كل ماله يقرب مني. أنت تقرين أنت؟ تقرين الرؤية قراءة؟ أي أنا أقرأها قراءة. أي. الرجال كل ماله يقرب مني وأنا خايفة، إلين وصل راسه عندي، قمت حطيت يديني على راسه أبي أبعده عني، وهو كان أصلع أو في وسط راسه صلع مو مبين. المهم إني بعد ما حطيت يديني على راسه حسيت إني رحمته، ما أدري ليه، بس انتهت الرؤية. صحيح.
كان في سيارة ما تعرفين من هو؟ لا أنا في سيارة ما أعرف من هو الرجال، رجال غريب ما أعرف شكله. كان أبوس جنبه. أبوي واقف جنبه، إيه ويشوف الوضع وعادي، ما منعه ولا شيء، وأنا كنت مستغربة وخايفة من الرجال إنه أبوي شلون ما وقفه. وهذه الرؤية متى؟ إيش؟ متى الرؤية؟ قبل رمضان. أنت غير متزوجة صحيح؟ صحيح. جاز خطاب؟ لا والله. يعني خطبة رسمية لا ما جاء. الله يستر لك، الله يستر لك. الله يستر لسمر الزواج، هذا هو التعبير والله اللي يظهر لي والله أعلم. يعني وش؟ إنها مسألة زواج. الله أعلم. يعني خطبة. يعني بيصير خطبة أو شيء؟ إن شاء الله بإذن الله. الله أعلم. مشكور يا شيخ. الله يحفظكم. خلاص خليها شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. أنا رأيت أني كنت في بيت كذا، يعني ما هو بيتنا، كنا بيت جديد وكاننا في الدور الثاني، وكان عند البيت يعني عند باب البيت زي الساحة كذا صغيرة مطلة على الساحة الكبيرة اللي تحت، وكاني طلعت وكان وقت نهار كذا، وكان معجبني مره البيت والمكان، كنت مره يعني مستانسه، وشفت اطفال تحت كثير يلعبون، وبعدين رجعت جوا المطبخ كاني ابي اخذ مبخره وابخر، قلت يعني عجبني المنظر وابي اصور المدخل وكذا، بعدين رحت المطبخ ابي مبخره، جت جدتي كانها اعطتني مبخره قديمه، جيت انا قلت لا ما ابي المبخره القديمه، ابي هذه الجديده، وكأني يعني ذنيت عليها لأن أعطتني جديدة، وأنا رايحة أخذت معمول معاي وكأني ما عجبني، بس قلت يعني ما في مشكلة، ما في له، ما بي يعني أضيق صدر جدتي وأخذ بعد أقولها أعطيني شيء زين، وأخذته ورحت بصور كذا، يوم رحت المدخل نفسه اللي شفته يعني لقيت كأنه في حوسة وناس، يعني كأنه في جزم ناس وانت بكرامة، قلت يا الله ما مداني خسارة، يعني تحوس المكان، وكأني شفت بعد زولية زي الزوالي دي اللي في الحفلات كذا يعني ملفوفة ومحطوطة، جيت زعلت قلت مين اللي جاب الزولية دي، كأني يعني شفت أختي هي اللي جابتها، قلت لا يديك مو بوقتها الحين جابتها، الحين أنا أبي أصور معي المبخرة بيروح البخور، وكأني طلعت مع المطل وشفت زي الأثاث تحت كنبات كذا كثيرة، ومرة كنبات كثيرة بس يعني كانها أطقم مختلفة، وجيت قلت كاني قلت يعني ان شاء الله ودي اني يعني اختار منها قبل ابوي ما يربيها كلها، ابي اختار شيء زين وبس انتهى الحين. انت تصورين في حفلات او شيء؟ اصور ايش؟ ايه يعني عادي اصور مناسبات، يعني مالس بالاختصاص ذا اقصد، مالي باختصاص، لا يعني عادي اصور عادي، يعني شيء شخصي. شيء شخصي اي لا قصدك يعني انه عندي ناس وكذا؟ اي عندي اقاربي بس. لا انت اقصد يعني مهنتك التصوير تروحين حفلات تصورين وكذا؟ لا لا لا. طيب لا. سؤال ثاني، انت معلمة؟ لا لا. أي. موظفة؟ انا متخرجة لا بس ماني موظفة. أي. الله يستر لك. آمين. متى الرؤية؟ اليوم. تخصصك في التعليم؟ إدارة. عدي لي الجزء الأول من الرؤية. الجزء الأول شفت نفسي في زي يعني كأنه بيت، والبيت هذا تصميمه كأنه بيت عمتي اللي قديم مرة من زمان، يعني كانت ساكنة فيه زي السكن، هو كنا في الدور الثاني، وكأن ساحة بسيطة وبعدين مطل على الساحة اللي تحت. طيب هذه والله العالم صدقت الرؤية، فأنت هذه وظيفة لك قريب إن شاء الله بإذن الله، والدليل على ذلك أنك رحتي للمطبخ وجبتي تقولين مبخرة ثم قلتي أنا بأصور، هذه وظيفة. إيه؟ المطبخ مكان أرزاق، مكان عمل، فنقول هذا بإذن الله عمل لك أنت والله العالم، و
عمل اللي أنت بتعملينه في اختصاصك إن شاء الله بإذن الله. آمين يا رب، الله يبشرك بالخير. في اختصاصك أنا لي فترة أدور. في اختصاصك إيه؟ أنت إن شاء الله بإذن الله. وقول الله العالم إن يعني تصيرين في إدارة يصير فيها تصوير مستندات أو إظهار مستندات أو إظهار معلومات، هذا اللي يظهر. ودليل على ذلك أنك ربطت التصوير وربطت المبخرة، يعني هذا اللي يظهر الله العالم. يعني رزق مسألة المطبخ، وجبتي المبخرة وقلتي بصور، والناس ما قلتي معس كاميرا حتى، لكن يدل على إن شاء الله بإذن الله أنها وظيفة والله أعلم بإذن الله. طيب وش تأثير المبخرة يوم أني كنت أبي اللي بالدولاب بالقزاز كذا جديدة، وجدتي تقول لي يعني كنا عطتني قديمة وأنا ضايقت أن عطتني قديمة، كنت أنا أبي الجديدة، وقعدت أزن اللي أنا أخذت اللي أنا أبي. أنت عرض لك وظائف سابقة أو في الماضي وقلتي ما أبي إلا تخصص شيء معين؟ أنا عرض لي بس جاء الرفض يعني من أهلي، ومرات كان يجيني مثلا أشياء بس ما تناسبني مرة. طيب هذا نقول العالم رفضك للشيء القديم، هذا رفضك للوظائف السابقة، لكن بإذن الله ييسر لك ما تريدين إن شاء الله. آمين يا رب، الله يبشرك بالخير. مشكور الله يحفظك. شكرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لنا ولوالدينا يوم يقوم الحساب. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا متزوج من سنتين، عندي حلم أكسر لي. طيب وش دخلنا في زواجك لنا؟ أنا زوجتي الأولى مي، زوجتي الثانية توفت الله يرحمها يا شيخ. الله يرحمها ويجمعك فيها في الجنة. آمين يا رب يا شيخ. سم. أنا زوجتي الأولى حلمت إنها تضرب زوجتي المتوفى يا شيخ، وهي ساجدة تضربها وتجر شعرها، وهي لحظة. تقول لها ناظرها وتقول لها لحظة بس، الزوجة اللي حيها الآن هي اللي رأت إنها تضرب المتوفية صحيح؟ أي طيب، وهي تضربها، هي تناظرها المتوفية تناظرها تقول لها فلان لا اللي هو أنا. تقول إيش؟ هي تذكر اسمي وتقول لها لا علي انا. اي فافيد انا في الحلم الله يجزاك خير. وهي ساجده ذيك؟ ايه. طيب رحمها الله، توفيت قبل ان تتزوج هذه ولا بعد؟ قبل لا تتزوج الثانيه يعني. انت جمعتهم سوا ثم توفت الاولى، ولا توفت هذه ثم تزوجت هذه؟ لا لا سوا يا شيخ، زوجتهم سوا. طيب من الحية اللي تضرب الميتة صح؟ ايه صح. ايه الحية هي الثانية صح؟ لا الحية هي الأولى. هي الأولى، وانت الحية هي اللي ضربت الأولى الثانية؟ ايه الحية ضربت الثانية المتوفية. طيب المتوفية كأنها ساجدة في الرؤية؟ ايه ساجدة على رجولها وكأنها في وضع السجود مدنقة. سؤالي كانت مطيعة لك الأولى رحمه الله، والثانية اللي توفيت؟ إيه الحمد لله راضي عنها. كانت مطيعة. إيه الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيما يروى عنه أن المرأة لو يعني ما تستطيع أن ترد فضل زوجها ولو أن سجدت له، ولكن لا ينبغي أن يسجد إلا لله العظيم، هذا في الحديث الذي يروى. فنقول الرؤية تدل على اللهم صل على سيدنا محمد على أن هذه الزوجة اللي توفيت زوجة مطيعة لك، وأنها متذللة لك هذا أمر. الأمر الثاني يبدو أن الزوجة الثانية عفوا الأولى ما زالت تغار من الثانية حتى بعد موتها. الله يرحمها. صحيح؟ صحيح يا شيخ. أنت تذكرها عندها؟ أبداً يا شيخ ما تذكر عندها، لكنها ما زالت تغار 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 منها. إيه. طيب أسأل الله أن يرحمها ويجمعكم جميعا في الجنة. ترى النبي عليه الصلاة والسلام كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ما غرت من مرأة كما غرت من خديجة وهي في قبرها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة بالمرتبة الثالثة أو الثانية، تزوج عائشة رضي الله عنها، يعني ما تزوج أحد
وعلى خديجة على ذمته. لكن بعد ما توفيت خديجة تزوج عائشة، مع هذا كانت تغار منها وهي في قبرها، كانت تغار منها وهي في قبرها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام من وفائه لخديجة كان يأتي بالذبيحة فيذبحها فيوزعها على صدقة عن خديجة. والنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام جاءت أخت خديجة رضي الله عنها، يبدو أن اسمها هالة، وصوتها مشابه لصوت خديجة، فلما سمع صوتها النبي عليه الصلاة والسلام فز قلبه، تذكر خديجة، تذكر خديجة. ويوم من الأيام قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وما يضريك من مرأة قد أفناها الدهر، تقصد خديجة يعني قد ماتت، قد أبدلك الله بخير منها. قال: لا والله ما أبدلني الله عز وجل بخير منها، أعطتني عندما منعني الناس، هي أم أولادي. فنقول أحيانا يعني مثل هالذكريات هذه تغار منها الزوجة حتى وإن كانت فلانة ميتة، وأسأل الله يجمعكم في الجنة. آمين يا شيخ. عندي حل ثاني بس تفسر لي يا شيخ. أي نعم. يا شيخ في هي حلمة منفصلة عن باب. طيب. الحلم الأول هو ذهب جاي كثير هدية. ومو معروف الشخص المهدي. رأيت إن جاك ذهب كثير؟ إيه. الشخص اللي مهديني إياه ما أعرف. طيب بس كذا؟ إيه. والحلمة ها؟ والرؤية الثانية؟ الحلمة الثانية يا شيخ إنه في امرأة لابسة أسود في أسود وتنابر فيني نظر حقد كذا يا شيخ، وترميني بكورات كذا زي الجمر، كور جمر، والكور هذه ما بتجي فيها تجي جنبي. زين الحمد لله، الحمد لله. بس ايه بس. طيب متى الرؤية الثانية؟ الرؤية الثانية قبل تقريبا شهر 5 يا شيخ او شهر 6. سؤالي انت وين موظف فيه؟ انا عسكري. عسكري في الدفاع المدني. عسكري في الدفاع المدني. طيب انت تعرض للفتن كثير يا شيخ؟ طيب هذه بالنسبة للرؤية الأولى، رؤية الجمر، المرأة اللي تقذف عليك الجمر، هذه الدنيا، هذه الدنيا والله العالم فتن تأتيك، ما دامها لا تصيبك فالحمد لله. احرص على الثبات وتعوذ من الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا من فتنة المحيا والممات. فتعوذ من الفتن، تعوذ من الفتن، هذا أمر. الأمر الثاني الذهب اللي جاك كان من شخص لا تعرفه، هذا الرؤية فيها نقص أو كأنها مقطوعة أو شيء من هذا، فما أقدر أفسرها، ما ظهرت لي. الذهب ذا أنا جيت البيت لقيت الذهب هذا في البيت عندي، قلت الذهب ذا من وين؟ قلت لمن؟ جابه وحطه وقال يعني تكلموني إياه. قلت لأخواني. قلت لمن؟ واحد شخص جابه سلم لأخواني. لقيت الذهب في بيتك ولا في بيت أهلك ولا بيت أخوانك؟ يعني أنت في بيت أخواني، في بيت الوالد، في بيت العيال. لقيت إن في ذهب. إيه. بس كده. ويوم جيت عندهم الذهب عبارة عن سبائك وطبوم. ويوم جيت عندهم قالوا لي هذا الشخص اسمه فلان. حتى ما اعرف الاسم انا ولا اعرف الشخص. شوف بدأت تطلع الرؤية الحين، يعني انت ما قلت الا في البداية ان لقيت ذهب في بيتي بس. طيب ايه بس ما اعرف لا الشخص ولا اعرف وش الاسم ولا... الاسم وشو اللي قاله الحين؟ الاسم اللي قاله لك وشو؟ والله ماني متذكر يا شيخ، الحلم ذا قديم معي، دخلت على مواقع في جوجل وما فهمت تفسيره برضه. طيب. يعني هو تفسيره في جوجل انه يدل على خير وفي نفس الوقت يدل على شر. كان في بيت اهلك جاك واحد وقال عطوه فلان هذا الذهب. ايه. بس. ايه. متى الرؤية هذه؟ هذه الرؤية يا شيخ تقريبا لها برضه تقريبا 4 شهور حولها. ما اراها رؤية يا اخي، ما نقدر نفسر شيء، ما فيها رموز ابدا، يعني كرمز اذا اتكلم عن رمز ذهب بس،
رمز الذهب عادة إما يكون فتنة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ها؟ والمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. وقال الله عز وجل قال زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فالذهب أحيانا يعبر على أنه فتنة، يعبر أحيانا على أنه خير، يعبر أحيانا كذلك يعني إذا رؤي باصطحب رموز ثانية على أمر محرم. فما نقدر نعبر شيء أنت ما جبت يعني رؤية يعني مكتملة الرموز، فما أقدر أعبرها والله. هذا كل اللي شفته يا شيخ، يعني إن الشخص يعني يوم دخلت بيت خواني قالوا لي، يعني حتى الشخص والله ما أتذكر اسمه، يعني قالوا لي هذا الذهب لك أنت. الله أعلم، ما فهمتها يا أخوي والله، ما أدري ما أدري. طيب يا شيخ الحلم حق المتوفية يعني هذا تفسيره حق إيش؟ حق زوجتك المتوفية؟ إيه. إيه هذا تفسير زوجتك اللي معك اللي أنت غار منها والله أعلم. الله يجزاك بالخير. بس لا تروح تقول لها كان هميب عندك وتسمع الحين. ها؟ لا تروح تقول لها. لا لا هميب عندي ولا أنا رايح قايل لها يا شيخ. كويس الله يوفقك. وتنصحني بالزواج يا شيخ. يعني تبي تاخذ الثانية؟ إيه. مقتدر؟ الحمد لله. دوس واعزمني. والله لا يعزمك يا شيخ. أهم شيء تعدل بينهم. بإذن الله. الله يوفقك. الله يحفظك يا شيخ، وارسل لك رسالة إن شاء الله يوم زواجي على الثاني تحضر. الله يحفظك. الله يحفظك يا شيخ، مشكور يا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام. هذا اللي توه يبكي. لا يا أخي بيزعلون الحين بعض العرب يا جماعة الخير. كيف وش دخلني ذي؟ يقول تنصحني، قلت أنت مقتدر بتعدل، قال لي قلت دوس الله يوفق. شو أقول له بعد؟ والله لا جبت العيد ولا شيء، هذا شرع الله. شو رأيكم صح ولا لا؟ أنتم مش تنصحونه يا جماعة؟ وش تنصحونه؟ لا تنصح كذا بشيء يخرب البيوت؟ لا ما في خراب بيوت أبدا. لا تحارش حرام، لا تحرش. ما حرشت ولا شيء، هو اللي طلب نصيحتي. مشكلة تغار الميدش بس انه جيت كيف عاد؟ انا ما قلت شيء، انا ما قلت خطأ. يعني اقول له لا لا تسويها حرام، يعني في الرؤية واضح انها تجي فتن، اقول له لا بس خلاص. طيب يلا يلا خطأ عليك. لا مو خطأ علي، صح علي. عبد الملك، عبد الملك وين؟ كلامي صح انا عارف. السلام عليك. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافيه يا شيخ. انا حلمت اني كاني لابسه خواتم كثير بيديني كلها، مو كل يديني، اغلب اطراف يديني خواتم ذهب. طيب. وكنت مرة عجبتني هذه الخواتم أشكالها بالحقيقة، أنا كنت شفتها وأعجبتني. يعني في الحقيقة أنت كنت شفتي الخواتم هذه؟ إيش؟ في الحقيقة كنت شفتي الخواتم هذه؟ أيوة أيوة. وكنت لبستها بأغلب أطابع يديني ومرة عجبتني أطالعها وأنا مبسوطة، لكن وكنت أدور الدبلة اللي علي بالحقيقة ما لقيتها، الدبلتي اللي ما هي عجبتني شكلها أصلا وبس. علاقتك بزوجك طيبة؟ إيه هو كويس وكل شيء تمام، بس أنا يعني ما نب أنا ما أحبه وكذا، بس هو كل شيء طيب معي، كل شيء كويس. اسمعيني بس، اسمعيني أسأل سؤال وتجاوبيني بصراحة. أيوة. الرؤية أن أنت لابسة الخواتم إلا الدبل حقتي اسمي بعجبتك، هذا زوجك ما هو عاجبك. أيوة. تناظرين في أصابع الثانية اللي فيها خواتم. سؤالي والله لا أعرف السؤال، تعرفيني أنت عينس تناظر يمين أو يسار الرجال؟ لا والله، بس لا والله لا والله. ودي زوجك يصير مثل فلانة أو زوجك يصير مثل فلانة؟ إيه إيه إيه، لكن أنا من قبل أتزوج وأنا الحمد لله صاينة نفسي، بس هو يعني
مرة يعني ما يتكلم ما كذا. هذا التعبير يعني أبغى كذا أبغى شخصيته نفس فلان نفس كذا. أيوة هذا التعبير. يعني تناظرين الخواتم الثانية اللي في ديت ولا عجبك الدبلة حقتك اللي هو زوجتك؟ يعني حتى هذه الفترة يعني فكرت جديا بالانفصال. شوف شوفي يا أختي الأمور هذه الشخصية ما نقدر نقولها، لكن أنا أقول القناعة كنز لا يفنى. أنت حاولي تغيرين من نفسك ومن نفس ومن زوجك، اشتغلي على هالشيء، اقرأي على هالشيء، ودعي أن الله عز وجل يصلح حالك معه. أحسن من أنك تقولين ودي مثل زوجة فلانة يسولف معها يطلع معها يروح يجي معها تعيشين في حسرة تعيشين. لا والله مو مقصر ما في شيء يطلعني يوديني. أي بس أنت تقولين ودي يصير زوجي مثل زوج فلانة تو تقولين. شخصيته هذا عاد التعبير أنا اللي ظهر لي والله أعلم. أنت ودك بهالشيء والله يصلح أحوالك وأحواله. آمين يا رب. في تفسير ثاني الله يعطيك العافية يا شيخ. أنا حلمت كأني بتكرم بدورة مياه وكأني أسوي تحليل الحمل وطلع لي التحليل إيجابي، كنت فرحان مرة كأنه حقيقة. طيب أنت في الحقيقة تنتظرين حمل؟ إي والله أنا متأخرة 4 سنين. الله يستر لي. تعالي يا أختي ومتى هذه الرؤية؟ قبل يمكن 4 شهور أو 5 شهور. مفكرتي في هالشيء مرهقس هالشيء مرة جدا يعني. هذا حديث نفس يا أختي. إيش؟ هذا حديث نفس. الله يستر أمك. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. شكرا. جماعة لا أحد يطقطق ولا أحد يستهبل على رؤى الناس وعلى أمراض الناس وعلى أوجاع الناس وعلى أحزان الناس. اتقوا الله عز وجل في أنفسكم. والله ترى الله يبلاك فتبلع. السلام عليكم. جوال أسود. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا حلمت قبل 3 أيام. إيه. اني قاعد اني ماسكه بزر صغير في الحمام وابغى اروشه بس اني متوهقه اخاف انه يطيح. ايوه ايوه بس انك ماسكه بزر صغير وتبين تروشينه وخايف انه يطيح. اي ايوه ومتى وش بعد؟ بس متى هذه الرؤيه؟ يمكن قبل 3 أيام او 4 أيام كذا بالكثير. كم عمر البزر؟ صغير يعني طور. كم تقريبا كان في الرؤية؟ ها؟ كم كأنه في الرؤية عمره؟ عمره تو مولود يعني. ايه كنتي معريته من الملابس؟ ايش؟ كنتي معريت هذا الطفل من الملابس؟ ايه وانت في الأصل غير متزوجة؟ لا متزوجة. متزوجة عندك عيال؟ إيه؟ لا باقي. ايه متأخرة في حمل؟ لا الحمد لله توني يعني. طيب رأيت انك تغسلين طفل ها؟ ايه ابغى روش يعني. ايه وخايفت انه يطيح من الناس. ايه والله انا ما ادري ايش فيش تضحكين. علاش تضحكين انت؟ ما في شيء يضحك. طيب اللهم صل على رسول الله. ما ظهرت لي الرؤية الله اعلم. الله أعلم. الله يحفظك. شي ضحك قايل نكته أنا يعني مو توهق الشيخ لا بس ما أحب أنا أسلوب كذا. تكلميني أنا ما أعرف شلون تعرفيني ولا تقربين لي ولا أنت محاربي تضحكين ما يصلح. يعني حتى بسأل أسئلة بس يوم شفت كذا أسلوب ما يصلح مرة ما يصلح. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. نعم عليكم السلام. ما سمحت يا شيخ محمد قبل يومين تعبان قرصنا بأربع أماكن برجلي. برجلي مين. بس. ثعبان. طيب وين قرصت فيه انتي وين اش فيه كنتي؟ أعطينا الرؤية كاملة. كنت في البيت أنا وكنت أحاول أهرب منه بس ما قدرت. ايوه كانه قرصه باربع اماكن برجلي. طيب ظهر اثر في القرصه الثعبان؟
إيه كنت أشوف يعني آثار عضته. شلون الثعبان؟ ما أتذكر شكله والله. أنت متزوجة وغير متزوجة؟ غير متزوجة. إيه. والرؤية متى؟ قبل يومين. تشتكين شيء من رجلك؟ لا والله. والقرصات كانت كلها في رجلك؟ إيه بالقدم. عندك تعطل ولا تأخر؟ كيف؟ تعطل في حياتك شيء، تأخر في حياتك، متأخرين عليك شيء؟ إيه بالدراسة. الله ييسر لك. قد قريتي رقية؟ لا. قد سمعتي؟ بس أشرب الحين ما أدري. قد سمعتي أو شيء؟ شلون؟ قد سمعتي رقية؟ لا. طيب ارقي نفسك وانا اخوك، ارقي نفسك بس ما في شيء. طيب يا شيخ في حلم ثاني اخوي حلمه بي انا وياه. ايه حلم قبل شهرين انه يقول كنا بسيارة انا وياه وصار علينا حادث وكان انا وياه كلنا يعني علينا دم. كان ايش؟ يعني كل وجهنا وجسمنا عليه دم. ايه بس ناقص الرؤية. ما أدري كان عندس... احنا بطريق وانقلبت عند... السيارة وكان الحين قلتي الحين قلتي انقلبت اول ما قلتي انقلبت عندك سخوص اعطيني اياها كلمة. لا والله ما عندي. طيب اجل خليه يكلمني هو افضل لان الرؤية فيها كذا نقص وتقطع. اوكي الله شكرا يا شيخ. مع السلامة. دائما الرؤية اذا ما جبتها كاملة ترى يعني تصير ما تفهم. يا جماعة مو معصب ايش فيكم؟ عشاني ماسك العصا معصب؟ مو معصب والله بس اللي اتصلت قبل شوي تقول الرؤية وتضحك ما ادري ايش يضحك ما ادري قال نكته انا ولا ما قلت شيء يعني ما في شيء مضحك حتى يعني ما عاد عرفت استفسر منها يوم شفتها انها تضحك كذا. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. مرحبا بك حياك الله. الله يحفظك. في حلم زوجتي اذا ممكن ابغى افسره. سم حلمت انها رجعت للسعوديه وانها جات تدخل غرفتها في بيت اهل زوجها اللي هو في بيتي انا يعني بيت اهلي. طيب وانه كانوا عندهم مناسبه كبيره وفي ضيوف في البيت وقالت انه انا ما راح اقابل احد وانه انا تعبانه وبروح لغرفتي ولقيت عند باب الغرفه في قطوتين صغيره وكلب صغير. الكلب في حجم يعني على كلامها هي تقول انه الكلب في حجم القطوتين اللي شافتهم وانها تبغى تدخل معاها الغرفه بالقوه. يعني القطوتين والكلب هذول يبغون يدخلون معاها في الغرفه وهي خايفه عشان فيها مرض يعني تشوفها انه كانوا فيهم مرض زي الجدري وخايفه انهم ما يعدونها لان هي مريضه سرطان وسكرت الباب بالقوه. وواحدة من القطاوة شافتها من المرض قاعدة تنازع الموت قدامها وماتت القطوة وبعدين انكسر باب الغرفة عليها وحاولت انها هي تمنع القطو والبسة اللي بقيت يعني القطو عفوا والكلب اللي بقى وبعدين شافتني انه انا جيت وطلعت البسة والقطوة هذه من عندها من الغرفة بالقوة. ايوه هذا بس كذا. طيب اللي فهمت من الرؤية انها حاليا زوجتك ما هي عندك؟ لا هي ما هي جالسه جنبي هي الان. أيوة. لا ما هي موجوده عندي. لا اقصد انها ما هي ساكنه معك. اي هي عند بيت اهلها الان هي تعبانه وعند بيت اهلها. الله يشفي. وجدت مضايقات عندك في البيت او من احد من ساكن معكم في البيت؟ احنا ساكنين في بيت مستقل بس هي حلمت انه احنا رحنا لبيت اهلها. إيه. احنا وقت الحلم هنا وقت الحلم هذا كنا احنا برا السعوديه في فتره علاج يعني قبل رمضان. القطه وشلونها والكلب؟ لونهم تقول ابيض على بني. زوجتك حملت او شيء؟ اي عندي اطفال. اي كم عندك اطفال؟ عندي 5. الله يحفظهم.
تعيد لي الرؤية من جديد. أحلمت أنه إحنا رجعنا السعودية وأنها جات تدخل غرفتها في بيت أهلي، وكان عندهم مناسبة كبيرة وقت لما جات يعني تدخل هذا، وكان في ناس كثير، وقالت أنا ما أبغى أقابل أحد وأنا تعبان وبروح غرفتي، وأنها لقيت عند باب الغرفة قطوتين وكلب صغير، كلهم صغار يعني، حتى الكلب تقول في حجم القطوتين يعني جاي، ويبغون يدخلون معها الغرفة بالقوة، وهي خايفة منهم وتحس إنه فيهم مرض زي الجدري، وإنها سبب خوفها يعني هي تدين. زوجتك عندها عزل حاليا، تحتاج إلى عزل صحي أو شيء زوجتك؟ لا لا، هي مريضة سرطان. إيه يعني أخذت كيماوي يقصد؟ إيه تأخذ كيماوي. إيه أخذت فترة كيماوي. واحتاجت فترة عزل؟ لا لا، في بداية مرضها مش عازل يعني، أول ما مرضت كانوا في المستشفى عزلوها يمكن أبو أسبوع يعني. طيب جماعة الكلام هذا من سنة تقريبا. والرؤية متى هذه؟ هذه الرؤية كانت في شعبان تقريبا، الشهر قبل شهر تقريبا، يعني تقريبا من شهر شهر وشوي. إيه إيه، وإحنا رجعنا السعودية حاليا يعني بعد. أيوة أكمل الرؤية. أيوة شيخ ولا؟ أيوة كمل. تقول كان في قطوتين صغار وكلب، وهي يعني هي تقول إنه القطاع والكلب هذا حاول إنهم يدخلون وهي رفضت يعني، وسكرت الباب بالقوة، وشافت واحدة من القطاعة اللي فيها المرض إنها قاعدة تنازع قدامها وماتت واحدة من القطاعة. طيب. وبقى فيها وبقى قطو وكلب، وبعدين حست إنه الباب حق الغرفة انكسر وإنه الكلاب دخلت عندها بالغصب. تقول بعدها شفتك انت جيت، تقول شفت يعني شفتك انت جيت دخلت وطلعتها، طلعت القطو والبسة هذه اللي باقي موجودة. طيب. من الغرفة. طيب عيالك اسم الله عليهم، هل في ثلاثة صغار من عيالك يعني، ولد وبنتين؟ ولدين وبنت. ولدين وبنت. ايه في ولد صغير عمره سنة ونص تقريبا، والولد والبنت الثانية أعمارهم 11 و10 أو 11 و9، هم الأصغر هذول. هل عندك بنت كثيرة الصياح؟ عندي بنت إيش؟ كثيرة الصياح. كيف يعني كثيرة الصياح؟ تصيح يعني تصيح لين تغفل؟ لا لا ما في. لا أي. طيب زوجتك عيالك صاروا عندك فترة مرضها وابتعدوا عنها ومتعلقين فيها كانوا؟ ايه يبونها. ايه 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 احنا لما كنا نتعالج برا السعودية ايه كانوا هم هنا في السعودية، ما كانوا كان كانوا عند اهلك، وهي ما كانت كان يبغون، لا كانوا عند اهلها هي. ايه طيب فترة علاجها ما كانت تبغى احد من عيالها يشوفها او شيء؟ لا عادي، لأنه أنا في نص فترة علاجها يعني هي اشتاقت لعيالها وجبتهم لها يعني، زاروها يمكن أسبوع أو أسبوعين تقريبا جلسوا عندها ورجعتهم. طيب والحلم هذا صار بعد يعني بعد زيارتهم. الحمد لله الحمد لله. أنا أقول هذه الرؤية تدل على بالنسبة حال زوجتك مع أولادها، حال زوجتك مع أولادها أنها تتعب في تربيتهم، أو أنها بتلاقي هذا الشيء خاصة أنها يعني تحب ترتاح أو تجلس ترتاح لحالها بدون إزعاج بسبب يعني العيال وإزعاج العيال. أي هذا اللي يظهر لي والله العالم، خاصة أنها زي ما تقول أنها تسكت على نفسها الغرفة ولا تبي إزعاج اللي هم من القطتين والكلب. أنها خايفة منه. أي خايفة منه بسبب مرضها اللي فيها، يعني ما عاد تتحمل. أي هذا اللي يظهر لي والله العالم. ما له علاقة في مرضها يعني. لا. أو في لا لا ابدا، هذا اللي يظهر لي ورا العالم. زوجتك سبق ورقيت؟ ايه ايه اقتنعها كثير وتتعب من الرقيه. اذا استمر عليها بالرقيه شاء الله، يكتب لها العافيه من عنده. الله يجزاك خير يا شيخ، جزاك الله خير. شكرا. ادعوا لها يا جماعه، ادعوا لها ان الله يشفيها ويشفي جميع مرضى السرطان. الله يشفيها ويشفي جميع مرضى السرطان يا رب العالمين. اتصال وعقبها الانفصال. وين الجوال اسود؟ نبغى حل غير اتصال المشغول. يلا عطنا حل، انت عطنا حل، عطنا حل ما يصير الجوال مشغول ورد عليكم جميع. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ حياك الله يا مرحبا. أنا عندي خليل قبل سنة وثمان شهور ممكن. طيب. حلمت بعد وفاة الوالد بيومين تقريبا أني دخلت على البيت وأنا ماشي إيش اسمه الله في الصالة، حصلت فوق جالس الوالد الله يرحمه، وعلى يمينه عمي وعلى يساره الوالدة، وكانوا يضحكون ومستنسين وفرحانين. طيب. بس هذا الحلم. رأيت إنك رأيت إنك دخلت بيت الوالد. إيه في الوالد، أنا لسه صغيرة ما تزوجت يعني، في بيت الوالد أنا كنت. أيوة. عرفت ودخلت والصالة لقيت الوالد في النص، وعلى يسار الوالدة وعلى يمين عمي، كانوا يضحكون وفرحانين ومستأنسين. هذا بعد وفاته بيومين. هذه الرؤية تدل على العزاء، ما فيها شيء ثاني يعني؟ لا، الرؤية تدل على العزاء، أحيانا الضحك يبصر بالبكاء يعني. جزاك الله خير. طيب في حلم بعده وبعد يومين برضه، بس اني ما اتذكر انا، بس اني حلمت ان في الوالد ان في شيء مو زين، بس اني ناسي الحلم الحين. ما دامك ناسي خلاص شو نقول يعني؟ ما بس كنت متضايق وقمت من النوم حتى متضايق، بس اني ناسي الحلم. طيب انا ما اقدر اقول لك يعني تفسير شيء، ما انت ناسي. طيب جزاك الله خير يا شيخ، يعطيك العافيه. السلام عليكم. السلام عليكم. سلامة الله. يعطيك العافية يا شيخ. يا هلا حياك الله. شيخ أنا رأيت أني أحمل قطعة البلوك، تعرفها تبع العمار. أيوة. أحمل ثمانية قطع منها ولا هي ثقيلة علي يعني. إيه. وأرميها في مكان قريب من اللي اشتغل فيه ويعمرها. إيه. هذا رأيي. انت تعمل في هذا المجال؟ لا. اي رأيت انك تحمل ثمان بلوكات. اي. ايوه. واجيبها لين اللي يعمرها يعني. تجيبها للي يعمرها. اي. لكن انا ما اشتغل بهذا المجال، وكان الخفيفات علي يعني، ما احس بثقلهن، واتعجب من نفسي طبعا ان احملهن يعني. سؤال ممكن أسألك عشان يوضح لي أمر. أنت تدخن؟ إيه تدخن؟ ها؟ تدخن؟ إيه. تدخن؟ إيه. إيه. عندك صحبة غير طيبة؟ صدق؟ لا الحمد لله. ما في؟ لا لا ما في. متى الرؤية هذه؟ أمس. طيب. السؤال عشان بس يوضح لي أمر. عندك علاقات مع بنات؟ لا لا ابدا ابدا. ما في سماع علاقات وقطعته سابقا؟ لا 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 ما عندي علاقات ابدا من هذا النوع ابدا. الحمد لله. طيب الحمد لله. مساله البلوك اللي شلته انت، ايه متاكد ما عندك يعني زمالة او صداقه سيئه توصل لهم شيء؟ لا 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 ابدا ما في. ما في ابدا يعني عندهم سوء، ما عندي. طيب. خلاص اذا هذا التعبير والله العالم انك تجمع مال حاليا، او عندك مشروع قريبا ان شاء الله باذن الله تنجزه، اما طيب. اما لوحدك او مع شراكه. طيب جزاك الخير. اقدر رؤيه ثانيه بس ما هي لي، لعمتي. ان تجمع مال او عندك مشروع مع احد او مع شراكه؟ لا لا ما هي، اعمل مع والدي يعني. إيه لعله يكون هذا ان شاء الله باذن الله، انك اما انك يكون تجمع مال للمستقبل من أجل. أيه. انت غير متزوج؟ لا لا ماني متزوج. اما انك تجمع مال اقول الله العالم للمستقبل من اجل ان تبني حياتك، او أيه. مشروع قادم لك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الله عندي راي ثاني ابغى افسرها بس قصيره ان شاء الله. أيه. هي ما هي لي، هي لعمتي يعني. قرأت أنا تجلس جنب البحر وتضع يدها على قبر، تجلس جنب قبر وتقول إن هذا قبر الرسول. اللهم صل على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. بس الرؤية فيها شيء ما هو كامل.
هي فيها شيء ناقص لكن انها علقت بذهني منها يعني. شلون؟ لكن هي بنفسها تقول ان هذا قبر الرسول يعني. فيها نقص الرؤية. لكن بالنسبة لرؤيتك انت يقولون اشرحها شلون ربطتها بالبنات او شلون ربطتها بالاصدقاء السوء. انا سألتك عشان يتضح لي اكثر لان قذف في قلبي اكثر من تفسير. سألتك مسألة البنات عشان يوضح لي امر، هل كان لك علاقات مع بنات سابقة وسويت لهم بلوك ها انقطعت يعني؟ اي عشان استفسر عشان يوضح. قلت لي انت لا. سألتك هل لا صار... اي سألتك عشان الان اعطيك من روابط رؤيته. سألتك هل انت لك علاقات يعني مع اصدقاء وتوصل لهم امر حرام؟ قلت لا لا كذلك لا يعني يعني ما ابي اقول بعض المعاني اللي هي موجوده عند الشباب ذكرت لا 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 ابدا انا ما اتعاطى يعني حتى في نفسي بيني وبين الشباب يعني حتى لو يطلب احيانا بعض الاغاني القصيره ما اعطيها ابدا اقول له انا ما احمل الحمد لله يعني. اهم شيء انك فهمت قصده بلوك وعمار وتعمير فهمتها هذه اللي بين الشباب دارجه هي. انا استفسر منك هذا الشيء. في اخر الامر يعني الظن الثالث اما انك هذا مال تجمعه انت عند ابيك او انك تجمع انت لحياتك او يعني لمشروع زواج قادم بناء او انك تعطي ابيك مال. ايوه خلاص جزاك الخير ان شاء الله. يا هلا مع السلامه. شفت شلون انا ربطت لكم الان ايش قصده؟ خلاص هو فهم. فهم كل شيء الشيخ ادرسك. لا ليش؟ لأن مثل هالأمثال هذه مثل الكلام هذا الدارج بين الناس له تعبير، له تعبير. عرفت شلون؟ بلوك عند بلوك اللي هو بلوك أعطيك بلوك الحين تعرف تصير. فهمت قبل ما نرد؟ فهمت الروابط؟ فهمت الروابط يعني المرتبطة بالرؤية كلمة بلوك فهمتوها؟ طيب السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. يا شيخ أنا حلقت مرة إني عند الحجر الأسود وكنت مرة مستعجلة يعني عشان الزحمة، فقلت وش أكثر دعوتين يعني بقولهم وتذكرت سنتين وقلتهم. أيوة. أيوة بس. لعلها دعوة تستجاب إن شاء الله. طيب عندي حدث ثاني قصير مرة. نعم. مرة كنا في اجتماع احنا وقاربنا، فكانت مرات خالي توزع عطور، ويوم جاء دوري انا يعني توزع ذي الهدايا، فيوم جاء دوري قالت لي لا انت بعطيك ذهن عود احسن، يعني هو احسن شيء يعني. بس وخلاص. من هي؟ من هي؟ مرات خالي. ايه علاقتك بها طيبة؟ ايه الحمد لله كله. الحمد لله هذه محبة لك والله العالم، ويبدو انها المرأة فيها صلاح وفيها خير. الله يحفظكم. بس يا شيخ ليش تضحك؟ أضحك عندي ربعنا وأضحك عليهم يا ماجد، ضحك ببلاش. كيف نتواصل معك يا تقول وتين؟ كيف ما أدري ما أدري ما أدري والله ما أدري والله ما أدري يا جماعة. السناب كمبودي لا سيوفي. والله ما أدري يا جماعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ هلا هلا مرحبا. حياك الله يا شيخ. عندي حلم حلمته قبل تقريبا 4 أو 5 سنين أبغى أستفسر منه. خير. حلمت إني رحت في صحراء أو شيء زي كذا مكان يعني خلا، وكان في زي الحائط مبني جدر بس مبني طوب رمادي. طيب. وكان في هناك إضاءة كذا، كان المكان كله ظلام وكأنه كان في نور في مكان معين عند الجدر. تمام. طيب. وأنا عارف إنه هناك في الرسول عليه الصلاة والسلام بس ما شفت وجهه ولا شفت شكله، وقال لي الله يقرئك السلام وصحيت من النوم. أعد الرؤية. حلمت إني في صحراء موقف سيارتي كده وشايف جدر وفي عليه إضاءة وكأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود هناك بس ما شفت شكله ولا وجهه. اللهم صل على رسول الله.
ويقول لي الله يقرأك السلام. أنت تصلي على رسول الله تكثر؟ أصلي يعني أصلي يوميا بس ما أكثر أبدا ما أكثر. طيب تصلي الليل؟ أحاول أجتهد لكن ما أقوم كثير. لعل الله يوفقك لقيام الليل وكثرة الصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. لعل الله شكراً. يوفقك لقيام الليل. الصحراء من معانيها الخلاء. وأنك يعني؟ الصحراء من معانيها الخلاء. طب والله يقرئك السلام. هذا يدل على قيامك وقوفك. أنت تقول وقفت بالسيارة يدل على وقوفك. يقرئك السلام من أراد أن يكلم الله فليصلي الحديث كما قال بعض السلف. هذا يدل على قيام الليل إن شاء الله. لعل الله يوفقك لهالشيء. آمين يا رب. شكرا لك يا شيخ. السلام عليكم. مع السلامة. خلاء الواحد يختلي أحيانا يعني في صلاة الليل ما أجمل الخلوة فيها. نبي نرد ترد على الواتساب. الواتساب لو أفتح ما عد رديت إلا على. طيب بسألكم سؤال بعد الاتصال هذا بقفل الجوال عشان بسألكم متى بث بعد رمضان بنشوف إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تزوج الإشارة اللي جنب بيتكم إن شاء الله يصير فيها ساهر. تفضلي. أخوي أنا حلمت بالملك سلمان إني كنا ماشي وكني أنا وقفت وكني أبغى منه حاجة. بس دقيقة بالله. هلا مرجول. يلا بفتح. دقيقة خلكم معي. بسم الله. خليكم معي يا جماعة. والله أختي خلص معي شوي بس ها. أنا خاف أسكر منه بعدين انقطع. لا لا هنا خف. مشغل البث ولا بغيت اقطع. ايه كملي يا اختي رؤيتك. انت اخر متصله. اوكي انا حلمت بس لحظه معليش ثاني مره لحظه. الغرفه انت داخل السياره شو اغراضك. كملي يا اختي. أنا حلمت إن الملك سلمان كنا ماشي وكني أنا موقفته يعني موقفته وكنا أبي أطلب حاجة يعني قلت إني محتاجة وإني أبغى وكذا عن حالنا وكذا ضربنا. قال لي خلاص أوكي اللي تبغينه وإنتي اللي تبغينه إن شاء الله. وكنا استشار عنده وشي قاعد يمشي وكلم وقال لك إنه قزم. أنا مستغرب إنه قزم يعني يمشي. كنا نكلم وكل أوكي استشار حقه كنا قزم. ايوه وقال لي ان كنا خلاص بيعطيني كنا 50 طيب شلون يعطيني وما عنده رقم الايبان. قلت يمكن هم يعرفون بالجوال يدخلون للجوال ويعرفون الرقم الايبان. ايوه شوي ولا سولف انا وياه وكذا الا شوي جاء الجوال وانه كنا مكتوب اخت احد اخواتي باسم مكتوب عنود وان ايه موافقه او لا. قلت لا مو اسم اختي انا زوجي انا وياه وان عادي تحطونه باسم زوجي انا اعطيكم رقم الايبان حق واعطيني. كنا اوكي خلاص وراح وكني اسولف معه وامسك يده اني كنا جدي يعني حسيت يعني اسولف معه زي كذا وحبيت يده. ايوه شوي هو يمسك يدي ويحبها وكنا يد من بطني طلعت يد من بطني صغير يعني كنا طفل صغير يعني وحبها وباسها وكنا قال الله يخلي لكم او الله يخليها لكم مو بالضبط ماني عارف بالضبط وش هذا الرجل القزم ذا ايش فيه؟ هذا هو اللي يقول ذا الكلام. لا الملك سلمان. الملك سلمان ايه. طيب انت بالحقيقه تبحثين عن احد يساعدك مساعدات ماديه وحاولتي تصلين الواسطه؟ لا. ها؟ لا. اي انت في الحقيقه عندك امر متعلق عند الحكومه او شيء؟ لا ما عندي. ما طالبتي مطالبات او شيء؟ لا جدا لا. ابدا ما فيه؟ لا. ما في شيء متاخر عندكم عند الحكومه لا عندك ولا عند جماعتك؟ ما في. بس أنا مستغرب إني أنا حبيت يده وإني حب يدي وكنا يد من بطني حباها. أنت موظفة ولا غير موظفة؟ لا مو موظفة. طيب الرؤية والله العالم تدل على شيء متعلق يعني عند حكومة أو شيء ما ظهرت لي يعني شيء يخصك أنت.
شيء يخصك أنت لا، لكن أنت تقولين ما عندي أي أمر متعلق عند الحكومة، أنا أقول لك أجل ما فهمتها، الله أعلم. يعني تكون متعلق بس أنا أسولف معه وآخذ معه وكنا حبيت إيه حتى حتى حتى, حتى وين حصل، بس أنت تقولين أنا ما عندي شيء متأخر ولا عندي شيء أنتظره. انزل انزل. يعني إذا طيب في شيء ممكن أنا ما ذكرته الحين يعني كيف يعني؟ عاد انت اللي تتحملين مسؤوليته مو هو. انا سالتك انت عندك شيء متعلق، اذا عندك شيء متعلق وعندك واسطه فواسطتك ضعيفه. واسطه ايش؟ اذا عندك شيء انت تنتظرينه من واسطه او شيء فواسطتك ضعيفه، هذا اللي يبدو اللي هو الرجل القصير. لكن ان شاء الله يصل الى مرادك ان كنت فعلا تريدين يعني هالواسطه تصل، بما انك خاصه الملك سلمان يعني حط يده على بطنك وكذا. طيب انا حلمت وحده فيني اني اختي بس رؤيا واحده لاني والله بقفل خلاص. الله يوفقك. خلص الله يستر امرك، مع السلامه. طيب يا جماعه اللهم صل على نبينا محمد. طيب ابجيك انا بجيك. ليش جاني احنا الشباب وانشغلت منه. اللهم صل على نبينا محمد. طيب وش تشوفون الطريقه انتم اللي تناسب اللي نفسر للناس كلهم؟ ما نقدر، كيف نفسر للناس كلها؟ اللي بقوله لكم كيف نفسر للناس كلها، هذا واحد. اثنين، البث بعد رمضان متى تقترحون يكون؟ مرزوق يقول وقتك والله انه غلط، والله انك مودي. اي والله انك مودي جاي ذا الحزه. السناب قلي يعني السناب في اليوم، ما اقول في الساعه، في السناب يمكن تجي في الساعه 40 رساله 50 رساله، كيف ارد عليهم كلهم؟ اذا تجي مثلا في اليوم 200 رساله 300 رساله، ابرد على 5 6 والباقي ما اقدر. اخذ وعطى وروح وجيه ما اقدر. عطني افتح سيارتي شيخ هاوس. ما علي بقفل الحين. فقول يا جماعة اكتبوا في آخر صورة نزلتها أو آخر مقطع نزلته، طبعا مو بالمقطع الأخير اللي نزلته الفجر اللي قبله، متى الوقت البث المناسب اللي يكون إن شاء الله بإذن الله بعد الفجر. وشوفكم بعد رمضان بكرة إن شاء الله، شوفكم بعد الفجر. محمد شيء أنا اللي أرسلت ترد علي إن شاء الله. من أنت أصلا أو من أنت عشان أرد عليك؟ والله ما أعرفك. تابية المباشر صعبة هنا مرة. صباح عشان شيء بعد المغرب بعد ما يصير من 10-12. يلا لين أول مرة أشوف مطوع فانستا هذا باب وين مطوع. ما عليك زود بارك الله فيك، هذا من ما عليك زود وعلى زود تربيتك، ما عليك زود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ ماجد، يا مرحبا الله ومشهلا، الله يحييك تحيي الشيخ، والله إني في شوق لك قسم بالله، أنت والإخوان في حاي الشباب حاي. بعض الناس يحب يجيب الكلام من نفسه، تعليقك يدل على تربيتك وتربية شيبانك فيك، لكن ما تدل على شيبانك ولا تدل على جماعتك، تدل على أنك أنت صرت شيء شاذ، أنت شيء شاذ بينهم، شيء يعني مثل كذا ثوب نظيف وطلع لي وسخ يعني هو أنت بس. بعض الناس كذا، عرفت شلون؟ بس بعد العيش إن شاء الله بإذن الله. مرزوق تعال يقولوا ليش تجي ذا الحزه. شوف ماجد، شوف ماجد، شوف ماجد، ساسه ربع، شوف ماجد شو يقول. مرزبن ماجد بحور.